أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. من الفضائل الأخلاقية الزهد، ويضاد الزهد الرغبة. مفهوم الزهد ليس بمعنى عدم ملك الإنسان للأمور المادية، ولا بمعنى عدم تمتع الإنسان بالطيبات من الرزق. قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق، بل معنى الزهد أن لا تسيطر الحالة المادية على الإنسان. وبعبارة أخرى كما يقال، الزهد ليس الزهد أن لا تملك شيئا، بل الزهد أن لا يملكك شيء. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام سيد الزاهدين، وكان يملك أمير المؤمنين من الأشجار والنخيل والبساتين التي غرسها، غرس أشجارها بيده وشق أنهارها بمعوله، كان يملك الكثير، ولكن هذه الأمور لم تكن تملكه، ولذلك كان ينفقها في سبيل الله سبحانه وتعالى. الزهد بمعنى أن لا يفرط الإنسان في الملذات المادية حتى إذا كانت محللة، لأنه الحد الوسط من الاستفادة من الملذات، لا إفراط ولا تفريط، هو المطلوب. وحيث أن نفس الإنسان شموسة جموحة، دائما تجر الإنسان لينغمس في الملذات والشهوات حتى المحللة منها، فلذلك كثرت الروايات في الحث على الزهد لكي تكون هناك حالة من الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. حينما يكون الإنسان في حالة من الإفراط، نفسه دائما تسوقه إلى الإفراط، فيحتاج إلى تنبيه مستمر. نحن نجد أن بعض الناس مثلا نفسهم تتوق إلى أمر، لذلك الذي يربي ذلك الشخص من أبيه أو مجتمعه أو معلمه أو كذا، دائما يوصيه. هذه التوصية، لماذا كثرت التوصية؟ لكي لا تجره نفسه إلى حالة الإفراط. لذلك، لأن نفس الإنسان تجره إلى الرغبة وإلى الانغماس في الملذات، والانغماس في الملذات حتى المحللة منها تسبب أضرار على الإنسان، وتسبب نسيان الآخرة، وتسبب نسيان الناس الآخرين. فلذلك كثرت الروايات حول حالة الزهد لكي يعتدل الإنسان في مسيره. إذا الإنسان كان زاهدا، بمعنى أنه بشكل معقول يتمتع من الملذات الدنيوية المباحة، الطيبات من الرزق، يستفيد منها بشكل معقول، يأكل الطعام الطيب بشكل معقول، بدون أن يكون هناك تخمة مثلا أو إفراط أو إسراف أو تبذير محرم، فإن هذا الإنسان الزاهد يشعر بقيمة هذه النعم، لأن الإنسان إذا انغمس في الملذات يصاب بالبطر، وإذا أصيب بالبطر ينسى هذه النعم وينسى الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون مقدمة لدخوله في المعاصي، والدخول في المعاصي تؤدي بالإنسان إلى الهوي في الدنيا قبل الآخرة. لكن إذا كان زاهدا بشكل معقول، استفاد من هذه الأمور الطيبات المحللة، وأيضا كان بفكر الآخرين، إذا في يوم من الأيام أصيب بخسارة لا يحزن كثيرا، لأنه بعض الأحيان الإنسان يصاب بخسارة مادية، وترى هذا الإنسان ينهار. أنا أتذكر حصلت أزمة اقتصادية في أحد البلدان قبل سنوات، وهبطت الأسعار بشكل غير معقول لحدث سياسي هام،
قيل أن بعض الأشخاص بعض الأثرياء أصيبوا بالجنون لعدم تحملهم لهذه الصدمة، في حين أن هذا الإنسان لو كان زاهدا لم يكن يأس على ما فاته، يقول هذه الأموال لم تكن لي، تعبت أو الظروف ساعدتني وحصلت على هذه الأموال، الآن هذه الأموال سلبت مني لا بأس. يمكن الإنسان بعمل وكد وتعب يستعيد تلك الأموال أو أكثر منها، وهكذا الدنيا، الدنيا في هبوط وصعود، يوم من الأيام الإنسان يكون فقير، يوم من الأيام يكون غني، يوم من الأيام يربح، يوم يخسر، عليه أن يكد وأن يعمل وأن يكون عمله ضمن الإطار الشرعي، وأن لا تملكه المادة، لا تكون المادة ربه وإلهه. فهذا الإنسان إذا في يوم من الأيام فقدها يتحمل ويصبر ولا ينهار، وفي الوقت نفسه ما دام هذه موجودة عنده لا يبطر بحيث أنه ينسى الله سبحانه وتعالى وينسى الآخرين. يقال من فوائد الصوم هو أن الإنسان إذا كان ثريا قد يكون في طول السنة يعيش حالة من الشبع، دائما الطعام يكون متوفر عنده، فحين الصوم يشعر بالجوع، لذلك يشعر ما يكابده الفقراء، وحين شعوره بهذه المشكلة التي يكابدها الفقراء قد هذا الإنسان يفكر في تصحيح أسلوبه، التكافل الاجتماعي يكون عنده أكثر، أن يفكر في الفقراء والمستضعفين أكثر، يفكر في أرحامه الفقراء أكثر، يحاول أن يشارك الآخرين أو يشاركه الآخرين في النعم التي الله سبحانه وتعالى حباه إياها، يؤدي حقوقه المالية من زكاة وخمس وما إلى ذلك، وحتى الإنفاق المستحب. فالإنسان الزاهد في دنياه مرتاح البال، متنعم بنعم الله سبحانه وتعالى بالمقدار الصحيح الذي لا يضره بدون إفراط ولا تفريط، وفي الوقت نفسه هذا الإنسان يتمكن من العمل بالطاعات لأنه لا ينسى الآخرة، لا يطول أمله، وذلك يكسبه سعادة الآخرة مضافا إلى سعادة الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.